مان انجلش؟ يس مان. شو بيقولوا؟ ايه ويلكم ويلكم تو هاور سيتي. ويلكم تو يو ماي فريند. صديقي من هون من هون، يعني بالانجليزي شو بيقول؟ هير هير هير. اه فروم تو هير. ايه يلا. اوكي مان. ويلكم ويلكم. جود باي. جود هاي. جود باي مان. جود هاي مان. انجلش. يس انجلش. عندك بحرية يا رئيس. طليانو؟ سي سينيور يا طلياني، برانجاريكو تيري مكوارو تورتوغا. ايه بونا سيرا سينيوري. بونا سيرا بونا سيرا سينيور. يعني تفضل من هون من هون. سباجيتي سباجيتي. اوه سباجيتي. ايه سباجيتي سباجيتي. باي. هاي تشاو مان. تشاو مدري شو. باي. اسبانيولي. سي سي يوسف بريوني برينا روتينيكا. ريال مدريد وبرشلونة من هون من هون. نهار دار بيكيو بيبيب روتا اوريكا بيبيب بيبيب. باي. وين 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 طاحش وين طاحش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عربي؟ اي نعم يا اخوي عربي. حبيبي مدخل اجانب من هنيك. اجانب؟ يلا بسرعة خلصني. يلا يلا بسرعة. يا سيدي احسن شيء الواحد بهالايام يحل كلمات متقاطعه شغله خفيفه نظيفه وما فيها حركه. لا معلش بقى اسمح لي اتدخل انا بقى، عشان الكلمات المتقاطعه انا بحترمها قوي، ولعلمك الكلمات المتقاطعه النهارده وفي الزمن ده دي كل كلمه فيها ملغومه وليها معنى ومغزى برضه. سألنا انا. يعني قصدك انه الكلمات المتقاطعة بهالايام صارت تعبر عن وجهة نظر المجلة اللي بتصدرها؟ ايوه ده هو الكلام اللي كنت عاوز انا اقوله. انما بقى حصل امبارح، انا امبارح كنت بقرا بالكلمات المتقاطعة، معلش كنت بقرا فيها وانا عارفها قوي. ايه رأيك طلع معنى المرادف لكلمة ارهابي؟ شو طلع؟ مش هقول لك، اصلها كلمة بتضحك قوي. وحذر فذر مين طلع رجل السلام الأول في العالم؟ مين؟ برضه مش هقول لك. يا أخ في إيه؟ ما فيش. طب هلا أنت بقى حذر فذر؟ لأ ده الحذر فذر بتاعتي وأنا اللي بتاع الألعاب دي. اسمع بقول لك إيه؟ الزمن ده كل حاجة فيه بالشقلوب زي ما أنا بقول لك، وعشان تاخد الحقيقة مالكش غير شعبولة شعبولة. مظبوط. شعبولة هو الوحيد اللي حط ايده على الجرح. تمام. الصورة والكتابة أمريكا وإسرائيل دول عملوا الدنيا غابة وولعوا الفتيل. الصورة والكتابة أمريكا وإسرائيل دول عملوا الدنيا غابة وولعوا الفتيل. الصورة والكتابة أمريكا وإسرائيل دول عملوا الدنيا غابة وولعوا الفتيل. ليش في احلى من الشعر؟ اي يعني الشعر غذاء الروح يا استاذ سعيد. يلا نحن بها بلشوا فيها. يلا ما سمعونا شعر. يلا من عندك استاذ سعيد. يا مسكرا معكم. الله يكرمك. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يا سلام قلم مو ام. اعطينا واحدة بالام. بالام بالمين بالمين يا حدو بالمين. ايه ما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. ناولوا واحدة بالإد.
الدار التي أغفت على ربوة حالمة بالمجد والغار. رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ما لي أراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد سطع. يلا ناول واحدة بالإع. شو ها؟ ناول واحدة بالإع. بالإع؟ بالعين؟ بالعين يا حدو شو؟ بالعين بالعين. رح أعطيك بيت شعر كله عين. على عيني عيناته عبرنا عشية عليها عيون العاشقين عواكف. أحسن. فو أحسن. ناول واحدة بالإف. فلسطين داري ودرب انتصاري. انا ما دخلني احمي انا بنزلكم يعني. لا في واحد رفيقي مستنيني عند الستاند يعطيني سكوتر عشان على الشمس هلا. هو على اساس بتحب الشعر انت؟ حب الشعر. يلا سمعنا هات لشو سمعكم بيت واحد بس انتبهوا له منيح. ايه. ومخبر جاء يخبر عبلة عن دار حبس وكلبشة وانتبهوا وراءكم وجنبكم. السلام عليكم. كمل كمل استاذ ما بيعرف مسكين درويش. كمل شو بتعمل تقول؟ انا ما دخل. شو انت استاذ سعيد شو كنت عم تقول؟ كنت عم اقول فلسطين داري ودرب انتصاري. ان شاء الله خلينا بالمباراه الشعريه احسن. أخي ليش أنا طلعت من المباراة الشعرية شيء؟ قلت بدك حرف الفاء؟ هيا حرف الفاء. إذا في مجال بدنا بيت دبلوماسي أحسن. ها بدك بيت دبلوماسي؟ إيه يعني ما بدنا هالمباشرة. ما بدنا حدا يزعل منا من شان الله. أخي أنا هيك دغري ما عندي أمر حميني بنوب. أنا بقول للأعور أعور بعينه. بعدين شفت لك بالأخير أنه أحسن دبلوماسية هالأيام أنه الواحد ما يكون دبلوماسي بنوب بنوب. أنا بتسمح لي أخي أنت الربحان خاطرك. لك وين راني؟ ما بحب الشعر تكني عاد. لك مع مين بدي أحكي؟ شيخ يا أخونا ظاهر انه ما بيسمع بنوب. احسن فلسطين داري ودرب انتصاري. فلسطين داري شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نسير؟ هلا بدي اسألك. تفضل حبيبي. انت مين؟ انا؟ إيه؟ انا ايه انت مين؟ انت تحكيني انا؟ ايه انت شو يعني؟ انا عربي. عربي؟ حلو. وانا؟ عربي. انا عربي طبعا. طيب هنن شو؟ هن مين؟ هنن هدنك. مين هن الهدنك؟ يعني عرب؟ لا انه الهدنك مين هن يعني؟ هن مثل نحنا؟ لا لا اذا هن عرب معناته نحن مثل هن وهن مثل نحن. لك شو القصه خربطت لي راسي شو القصه؟ والله ما بعرف هالزمن حاسه مثل الطاحون. طاحوني هوني؟ ايه طاحوني. ايه طاحوني. عطاحوني شفتك عطاحوني وجراحوني همومك جراحوني. عطاحوني شفتك عطاحوني وجراحوني همومك جراحوني. وعطاحوني شفتك عطاحوني وجراحوني همومك جراحوني. وعطاحوني شفتك عطاحوني وجراحوني همومك جراحوني. أبو
قلتك بعد 100 سنه شو بيكون صار فينا؟ شو عم تقول؟ لحظه اجى الداسوس. شو عم بتقول؟ عم يقول اجى القاشوش. ايوه تفضلوا شباب. يسلموا يا امير. عيوش عليك. سلمون. هلا. عم قول بعد 100 سنه شو بيكون صار فينا؟ بعد 100 سنه بتكون صارت بعضنا مكاحل عمي. لك مو قصدي انا وانت. طب مين قصدك؟ قصدي نحن. نحن مين نحن؟ لك نحن كلنا. نحن كلنا. ايه. ايه بعد 100 سنه بنكون ملكنا الكره الارضيه من بابا لمحراب عمي. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ليش عم تضحك؟ عم بضحك على حكيها. هلا نحن بعد 100 سنه بدنا نملك الكره الارضيه، واللي مالكين الكره الارضيه شو بده يكون صار فيهم دخلها؟ لك يا فهيم، بعد 100 سنه هدلنك بيكونوا سكنوا بالمريخ، بيفضلنا الجو وبتصير الكره الارضيه كلها لنا من بابا لمحرابة. فهمت؟ معقول ولا مو معقول؟ معقول ونص. شرب شاي شرب شاي.